مشاهدينا الكرام في هذه التغطية والنافذة الخاصة لمعرض ومؤتمر المنتجات الدولي. هذا المعرض الذي يجمع تحت سقفه العديد ونخبة من المصدرين والمنتجين الحلفاء والشركاء لدولة قطر. لما لا؟ فقطر فقد اجتازت هذا الحصار عبر الشركاء وفتح أسواق جديدة وأقامت مثل هذا المنتدى والمعرض تعزيزا لما لرؤية قطر الوطنية 2030، فمن خلال القطاع الخاص الذي يعتبر شريك لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونبقى معكم أعزائنا المشاهدين بافتتاح هذه التغطية بمشاهدة ما أبرز ما جاء في كلمة معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة الثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لافتتاح هذا المنتدى صباح اليوم. إن التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الدول يمثل عاملا هاما لتحقيق النمو الاقتصادي ويساهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، كما يساهم في تشكيل جسور من التواصل بما يخدم المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة للدول. الأمر الذي يدعونا إلى التأكيد على أهمية وضرورة تعزيز هذا التعاون بين الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. حينما أطلقت القيادة الرشيدة مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر قبل سنوات مضت، كنا على ثقة من أننا نضع حجر الأساس لبنيان من النجاح لبلدنا، وكان يحدون الأمل في أن تقدم دولة قطر نموذجاً يحتذى به لدول وشعوب المنطقة في تطوير مجتمعاتها وتوفير العيش الكريم للمواطنين والمقيمين. وبفضل من الله وحمده مضت مسيرة النمو من نجاح إلى آخر، وهي تستمر إلى يومنا هذا، حيث أصبحت قطر في ظل الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنويع الاقتصادي التي دأبت الحكومة على تنفيذها وفق الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لتحقيق خير المواطن ورفاهيته. وفي هذا السياق نثمن الدور الكبير للقطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية لدولة قطر، ولا شك أننا نعول على قدرات وإمكانيات هذا القطاع الذي أثبت جدارته في تطوير من العديد من القطاعات الاقتصادية في الدولة، ولا سيما في الحد من تداعيات الحصار الجائر على قطر. ونتطلع إلى مشاركة أكبر للقطاع الخاص في إدارة وتنفيذ المشاريع، وسنواصل في الفترة القادمة مشاركة وتحفيز القطاع الخاص ليكون الدافع الرئيسي للنمو الاقتصادي والتنموي في الدولة. تشهد الدولة مرحلة مهمة في تنفيذ مشاريع تنموية كبرى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وعلى الرغم من تداعيات الحصار الجائر علينا، إلا أن عملية تنفيذ هذه المشاريع تسير وفق الجدول الزمني المعتمد بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع الأزمة وزيادة الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع وتعزيز علاقات التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة وتنويع خطوط التجارة بين قطر ودول العالم. وفي هذا الإطار وضعت دولة قطر عملية تطوير بيئة الأعمال ضمن أهم أولوياتها، حيث قامت بتحديث الإطار التشريعي وتسهيل الإجراءات وتوفير بنية تحتية متطورة لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الثقة في بيئة الأعمال في الدولة. وسوف نمضي في تطوير قدراتنا الذاتية بما يضمن أن يبقى شعبنا عزيزاً مقتدراً متطلعاً للمستقبل بعيناً واثقة بقيادته ودولته. وفي بداية هذه التغطية نرحب بالسيد صالح الخليفي مدير توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية. بداية سيد صالح، ما هي الرسالة من خلال رعاية معاليه وافتتاحه لهذا المنتدى والمعرض؟ أخوي عبد الله أشكركم على تغطيتكم المتميزة لهذا الحفل.
يأتي هذا المعرض اليوم إكمالا للرعاية الحثيثة والمباشرة لمعالي رئيس مجلس الوزراء على دعم الصناعة والصناعيين من قبل الحصار حتى الجار على دولة قطر، ولكن زاد الحرص بعد الحصار. كان لدينا لجنة وزارية لتحفيز ودعم القطاع الخاص كانت متواجدة قبل الحصار وطرحت مجموعة من الفرص الاستثمارية والتعديلات الإجرائية في الدولة، لكن بعد الحصار تم ترسية أكثر من 60 مصنع على القطاع الخاص بقيمة استثمارية تفوق 2.5 مليار ريال قطري. اليوم معنا هنا مجموعة من المصنعين المحليين بالإضافة إلى الشركاء عالميين تم اختيارهم لسد حاجة السوق المحلي، وكل هذا يقع تحت متابعة مباشرة من مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء متمثلا برعايته لهذا المعرض. نعم، أما سعادة السيد علي شريف العمادي فقد أكد من خلال الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر والمعرض بأن قطر ماضية قدما في تنفيذ المشاريع الحيوية وتحقيق رؤيتها الوطنية 2030. احنا وضعنا اللمسات النهائية تقريبا لموازنة العام 2019، وراح نركز على نفس النقاط السابقة اللي هي رؤية قطر 2030 وقطاع الصحة والتعليم والبنية التحتية، واستخدمنا صراحة أسعار النفط مبدئية متحفظة، ونتوقع أن الموازنة السنة القادمة أيضا راح يكون فيها زيادة في الانفاق وزيادة في الإيرادات، وإن شاء الله راح يكون هناك موازنة تحقق أيضا فائض للسنة الثانية. أعتقد إحنا نجحنا خلال بالذات السنتين السابقين أن الحركة الاقتصادية في دولة قطر صراحة الآن يقود القطاع الخاص، معدل النمو في القطاع الخاص أكثر من 4%، ونتوقع أن هذا راح يستمر أيضا للسنة القادمة. القطاع الخاص أعتقد الحكومة أعطت بعض المبادرات والقطاع الخاص استجاب صراحة، أنا أقول لك أكثر من توقعاتنا. سيد صالح، نلاحظ من خلال كلمة سعادة وزير المالية بأن قطر مصرة على تنفيذ خططها وكذلك المشاريع الحيوية وتحقيق رؤية 2030، وخير دليل على هذا هو إقامة مثل هذا المعرض وكذلك مثل هذا المؤتمر. الهدف الرئيسي اللي يلعبه هذا المعرض والمؤتمر المصاحب له هو إكمال الخطة سواء كانت على المدى القصير لإنجاح مشاريع مثل دورة كأس العالم 2022 إلى رؤية قطر الوطنية 2030. مثل ما تفضل سعادة الوزير، اليوم القطاع الخاص يلعب دور مهم في تنمية البلد، في استكمال المشاريع الحيوية. جميع المشاريع الرئيسية في دولة قطر يقودها القطاع الخاص تنفيذا وتصميما لها، ولا يعتمد فقط على أفضل الممارسات القطرية، ولكن القطاع الخاص اليوم يتشارك مع مقدمي التكنولوجيا، مع عالميين، مع أفضل الممارسات العالمية. والمثال على هذا تواجدنا اليوم، هناك عدد من الشراكات التي ستتم بين القطاع الخاص في دولة قطر بالإضافة إلى شركائنا من 11 دولة شريكة، دورهم الرئيسي هو خلق تحالفات لتنمية القطاع الخاص وتلبية حاجة السوق المحلي في الدولة. نعم، ونتوقف الآن إلى كلمة سعادة الشيخ أحمد بن جاسم الثاني وزير الاقتصاد والتجارة، الذي أكد على أهمية الشركات بين القطاع الخاص وأيضا القطاع الحكومي. يبلغ حجم التبادل التجاري لدولة قطر مع الدول المشاركة فقط 5.5 مليار دولار. نظر إلى هذه الأرقام نجد أن هناك فرص كبيرة لعقد شراكات جديدة وعقد اتفاقيات، وهنا نحن ما نريد أن نذكره عقد اتفاقيات وكيفية تفعيل هذه الاتفاقيات لزيادة وتسهيل تدفق السلع بين هذه الدول وأيضا زيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الدول. سيد صالح، معرض ومؤتمر يقام على مساحة تتعدى 15,000 متر مربع بالإضافة لمشاركة ما لا يقل عن 11 دولة،
كل هذه المعطيات بكل تأكيد تؤكد على مثل هذا أهمية مثل هذا المؤتمر والمنتدى. أنا أتمنى صراحة جميع اللي لم يحضر المؤتمر والمعرض هناك يومين قادمين أن يأتي ويرى بنفسه على الأرض الدول المشاركة، مجموعة الشركات وقوتها المشاركة. اليوم هناك فرصة كبيرة، اليوم القطاع الخاص يلعب دور للمصنعين المحليين أنهم يأتون هنا يخلقون شراكات مع هذه مع مثل هذول المصنعين العالميين. الدور الرئيسي اللي احنا ننظر له ولا نفتقر له هي مش فقط إبدال والإحلال بعض المنتجات التي كنا نستوردها من دول الحصار، هذا شيء مفروغ منه، هذا انتهينا منه العام الماضي. اليوم اللي احنا نحتاجه ان الشركات القطرية ان هي تطور من منتجاتها، تزيد التنافسية، تزيد التكنولوجيا، تزيد جودة المنتجات اللي هي تنافسها، في النهاية تقدم أفضل خدمات وأفضل جودة للمستهلك القطري ولبناء بنية تحتية قوية في دولة قطر. هل توافقني أن أهم وأبرز عامل لنجاح مثل هذه المعارض والمؤتمرات هو اللقاء وجها لوجه بين المستثمر وكذلك المسؤول وصاحب القرار؟ اللقاءات الثنائية هي عمود فقري لمثل هذه المؤتمرات، فاليوم فيه المنظمين مشكورين قاموا على مجموعة من اللقاءات الثنائية بين المشترين وأصحاب القرار في الدولة، بين المصانع ورجال الأعمال في دولة قطر. اليوم كان عندنا عدد كبير من رجال الأعمال الحضور صباحا، بالإضافة إلى المصنعين ورجال الأعمال الذين أتونا من هذه 11 دولة. فاللقاءات الثنائية هي أهم شيء يقوم عليه مثل هذه المؤتمرات، ولكنها ليست فقط محصورة على رجال الأعمال القائمين ولا من لديهم أعمال قائمة. اليوم هناك أيضا فرصة كبيرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الجديدة أنهم يأتون ويتباحثون عن فرص جديدة للدخول. اليوم جميع الجهات الحكومية موجودة في المعرض لمساعدتهم على بدء مشاريعهم، سواء كانت الوزارات المعنية سواء بنك قطر للتنمية موجودين لتسريع عملية دخولهم إلى القطاع الخاص. نتحدث عن دور بنك قطر للتنمية كونه أحد الجهات الرئيسية وكذلك المشاركة والمساهمة في إنجاح مثل هذا المعرض. اليوم احنا كانت في الأشهر الرئيسية من الحصار كنا دائما نتكلم دورنا في الحصار، اليوم احنا تخطينا هذه المرحلة. البنك اليوم محفظته تتجاوز 10 مليار ريال قطري، جلها يذهب لمصنعين قطريين. يعني أنا اليوم أقدر أقول بكل فخر أن بنك قطر التنمية يلمس كل بيت قطري، ليس فقط عن طريق محفظة قروض الإسكان ولكن عن طريق أغلب المصنعين اللي معانا اليوم، سواء كانت منتجات غذائية، منتجات تدخل في البنية التحتية في دولة قطر، منتجات طبية اليوم تباع بعيد الشر يعني في مستشفى حامد ولا تقدم للمرضى في الدولة. فتم تمويل جميع هذه القطاعات الحيوية. اليوم ولكن دورنا ليس فقط تقديم التمويل ولكن أيضا تقديم الإرشاد والنصح لرواد الأعمال، فتح فرص بكل فتح فرص جديدة وفتح أسواق جديدة. احنا اليوم نقوم بشكل دوري، قدمنا 3 نسخ من معرض مشتريات، الهدف الرئيسي منه نأتي للقطاع الخاص ونحاول نوجهه إلى هذه أهم المشتريات الحكومية التي تقوم الحكومة بشرائها. تفضل يا القطاع الخاص وبادر بتلبية حاجة الجهات الحكومية ببدء مشاريع جديدة. كما نقوم بمساعدة القطاع الخاص ليس فقط بالحصول على الفرص ولكن بالحصول على دراسات الجدوى التي يحتاجونها لبدء مثل هذه المشاريع. قدمنا يمكن أكثر من 400 دراسة جدوى لرواد الأعمال والقطاع الخاص. كل هذه السلسلة بكل تأكيد هذه بكل تأكيد إسهامات من قبل بنك التنمية لفتح أسواق جديدة بين المستثمر القطري وكذلك توصيله بالأسواق الخارجية. مشاهدينا الكرام، نتابع وإياكم هذا الإنفوغراف الذي يلخص عن أبرز ما جاء في المعرض والمنتدى الدولي للمنتجات. نقول لي شنو النكست؟
سيد صالح، برأيك ما هو المتوقع من مثل هذا المعرض، خاصة وأنه اليوم الأول ويمتد لغاية يومين إضافيين؟ المعرض له وجهين صراحة، يمكن نقول نفس العملة. الوجه الأول هو إعطاء فرصة للمصنعين القطريين المشاركين معنا اليوم في الجناح القطري لتسويق منتجاتهم سواء إلى الداخل أو إلى الأسواق العالمية، فهذا صراحة هو الدور الرئيسي لمثل هذه المعارض. الدور الثاني هو فتح آفاق جديدة وفتح آفاق للتعاون بين المشاركين اليوم من الدول الصديقة مع المستثمرين القطريين، بحيث أنهم يخلقون شراكات جديدة سواء كانت شراكات لصناعة منتجات معينة أو لتوريد خدمات معينة لدولة قطر. فإحنا صراحة يعني أنا أنصح الجميع المهتمين أنهم يزورون المصنع ليروا المصانع القطرية المتواجدة واللي تباحث فرص خلق شراكات جديدة تفيد الاقتصاد القطري. على ماذا تم اعتماد تصنيف المشاركين؟ هل تصنيف مثلا القطاعات المشاركة أم تصنيف مثلا الصناعات الصغيرة والمتوسطة والثقيلة؟ هي بناء على قطاعات رئيسية، فتبدأ على القطاعات الحيوية اللي اليوم تحتاجها دولة قطر بناء على الغذاء، الغذاء بشكل رئيسي، منتجات الدوائية والمنتجات التي تدخل في البنية التحتية والإنشاءات. هذه أغلب القطاعات الرئيسية اللي اليوم دولة قطر تحتاجها بشكل رئيسي، بحيث أنها هي تساعد في عملية التنمية اليوم في الدولة. وبناء عليها تم اختيار أبرز الشركات وأقوى الشركات في هذه الدول التي ساهمت مثل ما تفضل سعادة الوزير بتبادل تجاري يفوق 5 مليار دولار. فهذا كله يدلك على أن هناك استقبال في السوق القطري على مثل هذه المنتجات، والآن نبحث كيفية توطين مثل هذه الأعمال، فتح مصانع محلية لمثل هذه التكنولوجيا، محاولة استيراد التكنولوجيا للمساهمة في اقتصاد المعرفة، ليس فقط يكون دورنا دور فقط استيراد وتوريد بعض المنتجات، ولكن إضافة معرفة واقتصاد حقيقي لدولة قطر. إقامة مصانع وتسهيل الإجراءات الروتينية من أوراق ومستندات، بكل تأكيد بنك التنمية يوفر جميع هذه التسهيلات لأي مستثمر سواء كان مستثمر محلي وكذلك مستثمر أجنبي. صحيح. اليوم الحكومة الرشيدة، ما أقول إنها فقط بنك قطر التنمية، ولكن جهود الحكومة كلها صراحة تكاتفت بعد الحصار، وتم إنشاء لجنة تسمى بلجنة النافذة الواحدة التي ستقوم اليوم بإعطاء وقامت بإعطاء أكثر من 60 مصنع جميع رخصهم خلال 72 ساعة. هذا وعد وعده رئيس مجلس معالي رئيس مجلس الوزراء، وتم تحقيق النظام الإلكتروني إلى الآن بشكله المؤقت، ولكن تم إعطاء أكثر من 60 مصنع رخصهم كاملة في أقل من 72 ساعة. هذا جهد وقفزة كبيرة تضع دولة قطر اليوم في مصاف الدول في إنجاز الأعمال، تيسير الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية لدولة قطر. وفق مستوى عالمي. السيد صالح الخليفي مدير توطين الأعمال في بنك قطر للتنمية، شكرا لك. الله يعطيكم العافية. ولا مشاهدين الكرام، في الختام لا يسعنا سوى أن نذكر بأن اللقاء يتجدد مشيئة الله تعالى غدا في تمام الساعة 8 مساء من مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. كنت معنا، شكرا لكم.